محافظة نابلس وتحديداً من مخيم عسكر الجديد. أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المخيم صمود وعودة. جئنا حاملين معنا أمانات استحقت لأهلها، وبتوجيهات من السيد الرئيس حفظه الله سنرافق وإياكم حملة المخيم صمود وعودة لتفقد أحوال أبناء شعبنا في هذا المخيم، فكونوا معنا. كبيراً كما يحلم المتعبون، كبيراً كخير بلادي. يداك تلوح للعائدين وتحمل خبزاً إلى الجائعين. يداك تلوح للعائدين وتحمل خبزاً إلى الجائعين. أحب يديك، أحب يديك وأكثر أكثر أحب بلادي. السلام عليكم. أهلين، هلا بك. طيب أنا يعني بجوز بالأول حابب بعطي نبذة عن مخيم عسكري جديد. مخيم عسكري جديد تأسس بال 1964 بعد يعني بعد المخيمات الثانية تقريبا ب 16 سنة. هذا المخيم كان يفتقر لأدنى الخدمات المقدمة من وكالة الغوث. ما كان عندنا مدارس، ما كان عندنا عيادات صحية، ما كان عندنا نوادي، ولا كان عندنا أي نوع من الخدمات. يعني لغاية ما تقريبا أجت السلطة الوطنية بلشنا نشكل في مؤسسات داخل المخيم. هاي المؤسسات جزء أول، يعني أول شغلة عملناها بداخل المخيم هي مكتبة ثقافية عامة كانت في نص المخيم. من هناك تطورت الأمور وأصبح طبعاً بعد مجيء السلطة الوطنية لهون اللي هو تشكيل اللجان الشعبية لخدمات المخيمات. هاي ساعدتنا بجزء يعني كتير في بناء البنية التحتية للمخيم، وتم الاعتراف لأول مرة بمخيم عسكري جديد من خلال اللي هو السلطة الوطنية الفلسطينية. طبعاً المخيم فيه 7000 نسمة. المخيم عانى كثير زي ما حكيت له من قلة المدارس ومن قلة الخدمات. في 2007 شباب المخيم، خليني أحكي، يعني نسبة كبيرة منهم نسبة واعية، نسبة اعتنت كثير في المؤسسات واشتغلت على العمل المؤسساتي بداخل المخيم. بنينا مؤسسة محترمة بداخل المخيم. يعني لما بحكي مؤسسة بحكي عن كل مؤسسات المخيم، لأننا نعتبر حالنا واحد، يعني كلنا بنشتغل كيف يعني كرجل واحد في داخل المخيم، سواء كان لجان شعبية، لجنة شعبية أو لجنة خدمات أو لجان بتوعنا بالأطفال أو كل اللجان هاي بتشتغل مع بعض لخدمة كافة قطاعات المجتمع. كبيراً كما يحلم المتعبون، كبيراً كخير بلادي. في 2007 صار في عنا مدرسة، طبعاً كانت مختلطة في البداية، بعدين استطعنا أن نحصل على مدرسة ثانية لأول مرة، يعني لأول مرة من تاريخ تأسيس المخيم في 2007. وهذا الحكي ما أجب بلاش، أجب بعد نضالات، كنا نطلع بصار اعتصامات في وكالة الغوث ومشاكل يعني وقصص عبين ما انه قدرنا نحصل على المدرسة الاولى. بعدين طبعا جبنا احنا ممولين لمدرسة تانية وكلها طبعا تسلم لوكالة الغوث. كمان السلطة اعطونا بناية في وسط المخيم بنيناها واعطيناها عيادة كمان للوكالة، يعني انه تعالوا تفضلوا انتم، يعني حجتكم انه مش مكان، لا في عنا اماكن تفضلوا اشغلوها. هذا بشكل عام، لكن المخيم بيعاني من مشاكل كتير. يعني بجوز من أبرز المشاكل هاي، أنا خليني أحكي، اللي هي مشاكل الشباب، البطالة والشباب. يعني جزء كبير من شباب المخيم بدون عمل،
جزء كبير من شباب المخيم موجودين في المخيم، ما فيش عندهم شيء يشغلهم. شيء ثاني يشغلهم، هذا الحكي بالضبط، هذا الحكي بسبب عنا اللي هو مشاكل اجتماعيه بشكل يعني بشكل خلينا نحكي اكبر. والمشاكل الاجتماعيه هي كمان ممكن انها تمتد للبعض، يعني لامور ممكن مخدرات، ممكن مشروب، ممكن القصص هاي كلها. هاي من ابرز المشاكل اللي بنعاني فيها من هذه، عدم وجود اماكن تعنى بالشباب نسبه البطاله العاليه. هلا كمان اللي هي مشاكل، مشكله الفقر، ومشكله بعض البيوت اللي بحاجه لترميم. يعني انا بعرف في بيوت في داخل المخيم بجوز من ال 64 ما فتتهاش الشمس، بتوقع اختنا مجواد وفد الرئاسه وسياده العميد بجوز زاروها وشافوا يعني كيف الوضع المأساوي في بعض المنازل. يعني بديش احكي كل المنازل، لكن في بعض المنازل ونسبه لا بأس فيها من المنازل. هاي كمان يعني من ضمن المعاناه اللي بتعانيها الناس. النظافه، وهي احنا يعني خلينا احكي نحن نتحمل مسؤوليه جزء من مسؤوليتها، لكن الوكاله كمان بتتحمل الجزء الاكبر، لان الوكاله ما بتوفر العمال الكفايه، ما بتوفر يوم يوم، وعندنا مشكله حتى مع الوكاله بقصه زي هاي. لكن انا ما بدي ارمي كل الحمل على الوكاله، لانه النظافه تحديدا هي يعني شيء مشترك بين كل الناس. طبعا اجتمعنا مع سياده الرئيس كلجان شعبيه لخدمات المخيمات، وطرحنا مشاكل المخيمات اللي مقصر فيها اصلا وكاله الغوث، والتقصير اللي طبعا يعني اللي هو موجود حاليا وبشكل كبير من وكاله الغوث. وكان طبعا نتيجه هذا النقاش وعد من سياده الرئيس بتقديم المساعدات للمخيمات المحتاجه حسب كل مخيم حسب احتياجه. كبيرا كخير بلاد، كل يوم بيجينا 200 طفل مخيم صيفي مش عارفين وين نروح فيه. فهذا راح ياخذ جزء. المركز الثاني هون اللي هو جنبنا كمان قاعد بنبنى كمان راح ياخذ جزء. فهذا كليته يعني راح يلعب دور. بهمنا كثير انه نغير افكار الشباب والاطفال ونبني ثقافتهم ونبني شخصياتهم. المسرح احد اهم الوسائل اللي راح تكون يعني لتغيير هاي الافكار. طبعا توجهنا لمكتب سياده الرئيس، طرحنا الفكره، كانت الفكره مرحب فيها جدا. احنا اشتغلنا من طرفنا، وفرنا شيء من وكاله الغوث، مكتب سياده الرئيس. طبعا اللي انا من هذا الموقع فعلا بشكر طاقمه ومهندسينه. بالنسبه للحمله يعني راح تبادر بايش تقدم لهذا المشروع؟ عمليا هذا استكمال كامل للمشروع، تجهيزه بشكل كامل. نعم، تجهيزه حتى النهايه، حتى النهاية. تجهيزه من اتزد من تمسك من مركز التطوير، راح يصير كل هذا مركز واحد مجمع. نعم. مجمع خدمات. نعم. بتوقع فيش زيه في شمال الضفه في اي مخيم. يعني هذا المجمع انا بعتز وبفتخر وبحكي انه هاي فرصه لن تكرر للمخيم. كبيراً كما يحلم المتعبون، كبيراً كخير بلادي، يداك تلوح للعائدين وتحمل خبزاً إلى الجائعين. يداك السلام عليكم يا ميت. مرحبا، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ كيف أنت؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك يا ربي ويخلي لنا إياكم.
احنا موجودين في بيت الاخت زهديه التيك ام عفيف اللي بتقوم حاليا قوات الامن بترميم وبناء ايضا مساحه اضافيه في منزلها، حتى نتعرف على رضا خالتي ام عفيف عن العمل ونحكي عن حاله البيت قبل ما تبلش في عمليه الترميم. يعطيك الف عافيه خالتي. الله يعافيك يا ربي، الله يسعدكم. ام عفيف طبعا انت بتسكني في هذا البيت مع مين؟ مع بناتي تنتين. بناتك متزوجات يعني معك؟ لا والله بالبيت، واحدة مطلقة بتخلفش. نعم. ما خلفت يعني ومريضة، والتاني مريضة. نعم. أو كبيرة بالسنة. والأبناء اللي شايفينهم سنة. في الـ هدول أولاد معي، أولاد ابني. أولاد ابنك اللي بعيش معك في نفس البيت؟ أه بنفس البيت كلنا. قديش تقريبا أحداش. أولاد ابنك؟ 11 نفر. كل هيتهم مع بعض، 11 نفر. طبعا زارتكم الحملة بالعالم. سابقا زاركم حملة المخيم صمود وعودة. الحمد لله. من مكتب سيادة الرئيس. والله الحمد لله. وعينوا البيت، شو كان وضع البيت قبل ما يبلش؟ كان وضع البيت البنت فتت طول كاس الشاي ولا هو هالنصه على بيت. المطبخ هذا كان طبعا كان مطبخ كان ما هو وهالنصه وهالنصه كان بنا قديم. كان بنا قديم ايام الوكالة يعني من 55 سنة هيك شيء البيت. وقدمنا للوكالة مرة وتنتين وثلاثة، وانا بيني وبينك بس حدا رايح جاي والله ما حدا اجانا ولا حدا تعرف علينا. بعدين حكوا لنا في الامن الوطني يعني ببنى. وقدمنا لهم الحمد لله يا ربي الله يجبر خاطره ويخلينا اياه. طيب ولا انت مبسوطه عنه؟ والله الحمد لله. طيب هي عملوا لنا هذا والحمام والمطبخ يعني لحد هون يعني كانت هذه الشمس ما تفوتش علينا. ففتحنا المكان باب هون طبعا والنت في هذا وهذا. طبعا كلكم يعني انت قلتي 11 نفر 11 نفر كلياتنا عايشين هذا الصالون اللي احنا طبعا موجودين فيه. الصالون وهي غرفه وغرفه صغيره هي. نعم. والبقيه البيت ما البيت هذاك فيش، ما هو وكاله الثاني يعني نصه هيك ونصه هيك مع بعض كلياتنا. نعم. طيب. انا والاولاد من نام هون هلا بالتوسعه هاي جديده اكيد يعني الوضع. والله الحمد لله رب العالمين يا بنت الحلال، وين كنا وين صرنا. طب الحمد لله انت مبسوطه المهم والحمد لله ورضاكي تمام عليك. والله نحمد الله ونشكره. هولا طبعا بيت نمرة الحمزة هو من أحد العائلات فعلا اللي بحاجة بيتها لترميم. طبعا زرنا هو بيشتغل هلا سائق عمومي يعني ما أدري يجي لأنه بيشتغل سائق عمومي. طبعا لما جيته أول مرة جت اللجنة العلمية على البيت كان البيت عدم، هلا حاليا تم تصليحه وتم تركيب شبابيك ألمنيوم. إذا نحن الآن بصدد تسليم منزل تم العمل فيه وإنجازه. نعم. للعائلة اللي تخطمه. كيف كان وضع البيت بالنسبة لكم؟ وقديش عدد أفراد الأسرة في البيت؟ عنده أربعة. أربعة هو ومرته ستة. نعم. كيف كان وكيف هلا صار؟ لا بالنسبة وين يعني وين كان؟ كان بالمرة عدم. يعني كان عدم يعني بدي أقول لك يعني اللي كل إشي موجود فيه من الحشرات حتى لأنه فيش شبابيك كان عنده يعني كان بالمرة عدم. والحمد لله رب العالمين وبشكر كل إنسان مشي فيها وبشكر سيادة الرئيس اللي مشي في هذا المشوار اللي يعني أحيا ناس يعني بعد عدم أحيا ناس والحمد لله رب العالمين. مبسوطين إن شاء الله الحمد لله. والله والله ابني وولاده مبسوطين وإحنا مبسوطين كمان. طب شو طلباتكم إذا بيقدروا كمان يلبوا لكم بما إنه إحنا كلنا موجودين بالنسبة لكم؟ الحمد لله يعني بكفي الدار إنها كفاية. لو تعشق الأوطان مثلي
احنا في بيت اخر من البيوت المستوره في مخيم عسكر الجديد، ومع صاحبه البيت حتى تحدثنا عن الوضع اللي قدامنا. عزيزتي، انتوا كم افراد العائله في البيت؟ خمس افراد، يعني انت وزوجك وثلاث ابناء. الله يخلي لك اياهم اجمعين. شو طبيعه البيت عندك؟ انت بايش بحاجه لايش بالضبط في البيت؟ حاجه يعملوا للدار، يعني الدار بالمره وضعها بالمره سيء. من يعني اي ناحيه مثلا؟ من حيث المساحه، انه انتم عددكم يعني مش لا العدد منيح الحمد لله، بس يعني انه بتسقط علينا بتهيل، يعني اذا جار وقع اشي او دق بالحيطه تبين بهل علينا السقف. السقف في مشكله، في السقف انه بيندف. أيوة. بيسقط عليه. اه مظبوط. زي ما انا شايفه هون المطبخ عندك، هذا مطبخ البيت. اه هذا لكم. والقدام طبعا هون الحمام البيت. شو بعانى عندك المطبخ من ايش بالضبط؟ بنزل مي من السقف. اه بنزل مي، بس لما تكون مي شتا كثير كثير بنزل المي، مثلا بتغرق للمطبخ. يعني في عندك تنفيذ على المي اللي داخل البيت. ايوه، واكيد هذا بيسبب لك كثير مشكله في الوضع اللي انت شايفتيه. شو بتتمني كمان انه يتم تغيير الخزاين مثلا؟ اه طبعا اكيد. والهاد. طيب خلينا نطلع ونشوف بقيه البيت، ونشوف كمان ايش ممكن انه يكون بحاجه للبيت. البيت واضح انه بده في مشكلة حقيقية تكمن في عملية التهوية وفي عملية تأهيل هذا البيت. بيت بحاجة، جدرانه واضح انه بدها اعادة تأهيل، شبكة الكهرباء بدها اعادة تأهيل، عملية تهوية البيت من خلال الشبابيك بدنا اعادة النظر فيها من اجل ترتيب وضع البيت بشكل واضح. بلاطه باختصار الوحدات الصحية او المرافق الصحية لهذا المنزل بدها اعادة ترتيب. احنا مجرد ما دخلنا لهذا البيت بالتنسيق مع لجنة الخدمات نوعدكم انه حنغير حياة هاي الأسرة، كون احنا مكلفين من السيد الرئيس لتغيير حياه الاسر اللي بتدخل بيوتها للافضل ان شاء الله. ام جواد، انت كمان وافقتينا وطلعتي على المنزل. في رايك ام جواد شو ممكن نقدم؟ احنا بعد انتهاء البيت ان شاء الله نضطر بكل ما يكون زياره ثانيه بتكون لها، بنشوف الاحتياجات من ادوات كهربائيه من ادوات منزليه. طبعا الاولويه رح تكون طبعا بالبدايه لترميم البيت زي ما قال سياده العميد، عند العميد تعادل اللجنه العلميه والمهندسين. أنا بالنسبة لي مسؤول ملف المساعدات باللجنة. عيناك حلم الذي سيكون كبيرا كما يحلم المتعبون، كبيرا كخير بلادي. يداك تلوح للعائدين وتحمل خبزا إلى الجائعين، يداك تلوح للعائدين وتحمل خبزا إلى الجائعين. أحب يديك، أحب يديك أكثر أحب بلادي. رافقنا الحملة بعملية تسليم منزل هاني غيث لصاحبه،
وكان لنا هذا اللقاء مع الأخ هاني غيث. ألف ألف مبروك أخ هاني. الله يبارك. طبعا بنبارك لك بالبيت بحلته الجديدة، الله يجعله طبعا دائما بيت السعد والهنا لإلكم. تحكي لنا عن الوضع كيف اختلف، احنا زرنا بيتك مع الحملة قبل ما يتم الترميم، كان الوضع شفناه وصورناه، كيف هلأ انت حاسس انت وولادك كيف يعني الراحة اللي انتوا حاسين فيها؟ والله كان بالطبع وضع البيت في الأول سيء جدا يعني، ما كانش يعني انه يقدر يعيش فيه الواحد، لا انا ولا اطفالي، والكل وضعه سيء في البيت. والان الحمد لله رب العالمين يعني تغير كثير الى الافضل بفضل الله. انت قديش عدد الله. افراد اسرتك كلها؟ خمسة. مع حضرتك والوالد؟ نعم، انا وزوجتي وثلاث اطفال. بس كيف كانت المعاناه يعني في البيت؟ كان رطوبه؟ نعم، كان في البرد، رطوبة، مي تنزل من الجدران، طبعا السقف كان ينزل مي، الجدران كلها رطوبة ومي، المطبخ، الحمامات كانت سيئة جدا، دورة المياه فيها سيئة جدا، كل شيء تغير الحمد لله إلى الأفضل. كيف أولادك يعني شو بقولوا لك؟ الحمد لله مبسوطين كثير، وأنا مبسوط، وزوجتي، وأنا طبعا اسمي واسم عائلتي نشكر السيد الرئيس أبو مازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رئيس دولة فلسطين، وأشكر الأمن الوطني وأفراد الأمن الوطني جميعهم، وأخص بالشكر اللجنة العلمية التي أتت إلى هنا. عمي يعني طبعا هذا لا شكر على واجب، هاد إحنا يعني الرئيس أمانة وصلناها من سيد الرئيس لأبناء شعبه حتى يقوي صمودكم ودعم معنوياتكم وصمودكم وتحديكم أيضا في البقاء والعودة بإذن الله إلى بلادنا. طبعا إن شاء الله بقيادة السيد الرئيس أبو مازن نصل إلى الدولة الفلسطينية المستقلة إن شاء الله. المخيم شوارع تتسع برغم ضيقها بالأمل، وبيوت برغم فقر حالها إلى أنها تغتني بالعزة والكرامة، ووجوه تتسم بسمرة ابن عكا على محياها، وحلاوة برتقال يافا في تفاصيلها، وقسوة حدار جبل الكرمل في عيونها. في المخيم حياة تنتظرها حياة. إلى اللقاء.